السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كسكسو بالسميده وبالتفايه وقرعه معسله. ان شاء الله غادي ندوزو للمقادير. غادي نحتاجو للمقادير، نحتاجو كيلو ديال الدجاج، غادي نديرو توابل. عندي سكنجبير، البزار، رقوم، جوج بصلات مشلضين، قزبر، كاس ديال زيت البلديه، جوج طماطيشات طحناهم مع مرصو ديال القرعه، والخضر كنحتاجو خيزو، قرعه، شويه ديال السمن، الزبيب، البصله، التفايه. على بركه الله، بسم الله. غادي نديرو في الطنجره، غادي نديرو كاس ديال الزيت، نديرو ان شاء الله البصله ديالنا اللي شلضنا، جوج بصلات. غادي نديرو الدجاج، غادي نزيدو التوابل ديال السكنجبير، نديرو القرقوم، نديرو الابزار، نديرو معلقة كبيرة ديال الملحة على حسب، نعاودو نشوفو ندوقو نشوفو كيف الملحة، نديرو قبطة ديال القزبر معدنوس، نعاودو نزيدو ربع كاس ديال الماء باش نقليو الدجاج ديالنا بلا ما يلصقش لينا. صافي، كنغطيو عليه، كنخليه واحد 5 دقايق، وتنعاودو نعريو، ونزيدو ديك مطيشه اللي طحناها مع طرف ديال القرعه، طحناهم في خلاط كهربائي حتى ولات عصوص، ودرناهم باش تختارتنا المرقه ديالنا، تجي لذيذه وتختارنا المرقه ديالنا. نديرو المرقوب الماء، ندير جوج كيسان ديال الماء كبار، صافي نغطيو عليه، نخليو حتى تغلى لنا هذيك المطيشه والقرعه اللي خوينا، ونعاودو نزيدو خيزو، نزيدو خيزو شوي اللي صوبناه، والبرمه ديالنا راه كتغلى. غادي خاص خصنا نعاودو نمرقو باش يتغطى هذاك الخيزو بالماء اللي درنا دابا. ندوزو للسميدة ديالنا، نديرو لها شويه ديال الزيت، ونديرو شي شويه بيدينا مزيان، نحركوها باش ندخلو لها ديك الزيت مزيان. سميتو الكسكس، نعمرو فيه السميدة ديالنا، صافي نخليوها تطلع فيها الفوره بيد ما فارت لينا الفوره الاولى، كنخويوها تنخليوها تبرد شي شويه باش نسقيوها بالماء. صافي كنجيبو الطبسيل ديالنا من بعد ما حيدنا الفوره الاولى، كنجيبو الطبسيل، كنحيدو الدجاج راه هو طاب، كنحيدوه شويه بشويه بالصفايه باش كنحيدوه شويه بشويه.
صافي. من بعد كنعاود نزيد شويه ديال الماء باش تقدنا المرقه ديالنا. غادي نوضعوا الكسكاس فوق هذاك فوق البرمه، وغادي نردو فوق منه القرعه اللي حطيناها باش تفور لينا مزيان باش نعسلوها، وكنحطوها في الكسكاس وكنغطيو عليها واحد 5 دقائق دغيا كطيب. صافي كنحطو الكسكسو ديالنا وكنبردوه، كنبردوه شويه حتى كيحيد منه البخار باش ما باقيش حرقنا. تنديرو يدينا وكنسقيو بشويه ديال الماء، تنسقيو مزيان نشربو السميده. وكندوزو البصله ديالنا، كنديرو فيها 2 معالق ديال الزيت، وتنديرو البصله في طنجره الضغط، تنعاودو نزيدو البصله نحطوها باش طيب لينا البصله ديالنا. تنسموها بشويه ديال سكنجبير والبزار والملح، تنديروهم باش نسمنا شويه ونردوها طيب. من بعد كنتميتو كنديرو فيها الزبيب ونردوها طيب. ملي كطيب البصله ديالنا كنزيدو فيها 2 معالق ديال القرفه، كنزيدو فيها 4 معالق ديال السكر سنيده، صافي. كنحركوها مزيان حتى كتدخل لنا ديك سنيده في البصله اللي درنا، تدخلنا في البصله ونردوها تعسل لنا شي شويه. ملي تتعسل شي شويه تنحيدو القرعه اللي درناها تفور. من بعد كنديروها تفور في الكسكاس، كنحيدوها كنديروها في المقله، تديرو على 2 معالق ديال الزبده، تنديرو عليها نعاودو نزيدو على 2 معالق ديال السكر سنيده باش نعسلو بها القرعه ديالنا. صافي باش نحطو الكسكس ديالنا، وصافي كنعاودو باش نسقيو ان شاء الله وندوزو للمرحله زين.